السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. أكاديمية كبرى في وهران، قديمة لكنها بتعمل إشهارات دائمة، أكاديمية للطبخ المغربي، لتعليم الطبخ المغربي، كاتبة كده في إشهارها، وهي أكاديمية قديمة بتجدد إشهاراتها دائما، آخرها أو من ضمن الإشهارات في شهر مارس اللي فات، السنة اللي فاتت، وهي بتعمل ده علشان تعلم الناس بمناسبة رمضان. هل ممكن تلاقي أكاديمية في المغرب، أكاديمية في المغرب بتعلم الطعام الجزائري، أو في مصر، أو في أي مكان، أو في تونس؟ لا، لكن تلقاهم دائما هم اللي بيعملوا ويعلموا ده، لأنه ما عندوش، والدليل من عنده أهو، أكاديمية لتعليم الطبخ المغربي بمدينة وهران، وحاطة من ضمن الأكلات شوربة الحريرة، البسطيلة، وأظن دي السفة. السفة أهي أهي أهي. بعد نجاح الدورة السابقة بشهادة المتربصين وبحضور ضيوف الشرف، مؤسسة التعليم الفني فورمي أكاديمي لولاية وهران تنظم دورة الطبخ الجزائري والمغربي الأصيل. تتيح لكم الأكاديمية تعلم سر نكهات الطاجن المغربي، خد بالك وانا اخوك، والوصفات المغربية الراقية والجزائرية التقليدية، نظريا وتطبيقيا، بسعر معقول جدا بمناسبة شهر رمضان، مع كل المستحقات اللازمة للمطبخ. الإقامة متوفرة بإضافة مبلغ 4000 درهم دينار جزائري، 4000 دينار جزائري. مدة الدورة 4 أيام إلى 5 أيام، من الساعة 9:30 صباحا إلى غاية الساعة 4 مساء، ابتداء من يوم 19 مارس 2022، مع شهادة من الأكاديمية أو دبلوم معتمد من الدولة حسب الرغبة. ايه رأيك؟ طيب، وقال هنا مغربي اهو، والطواجن مغربية اهو، بيعلم الطبخ المغربي اهو. تطلع واحدة بقى من خريج الأكاديمية دي تعمل قناة على اليوتيوب وتقول لك المطبخ الجزائري العريق، وتقرفنا في عيشتنا وتمحنا يا ودي، وتلاقي المشتاقين، الشعب الذي استساغ الكذب وتعلم الكذب وولف الكذب ولا يجد غضاضة في الكذب ولا في السرقة، ولا يرى ان ده شيء عيب او مخل، ان كان كذب ولا سرقة ولا غيره ولا سكيميكي ولا تاكوس ولا نانو ولا عادي جدا. فعايزه يشوف واحدة، يعني انا والله العظيم لو وجدت ان حد بيقول لي شوربة الحريرة المصرية، والله العظيم لا امرمده، والمصريين ما يسيبوه والله. او اني الاقيه جايب الكبسة ويقول لك الكبسة المصرية، يا عم الله يخليك، واحنا ناقصين، ما احنا عندنا يا عم، بل اننا مش مهتمين اصلا باللي عندنا، يعني في مصر اعتب عليهم انهم مش مهتمين اصلا باللي عندنا، مو تركين وعادي، مش فارقة معاهم كتير. ولذلك ده اللي بقول لك عليه وده اللي بحكي لك فيه اهو، وريتك طباخين قبل كده من التلفزيون، قبل سوريا ملوجي ما تيجي والله العظيم انا بقيت صرصر شعر، انا بقيت قرقر شعر. علنا في كان بدري عليك يا عم، ده كنت لسه صغير يا صغنون. انا على رايي كان اسمها ايه، كانت سناء يونس الله يرحمها، بسك على بناتك يا صغير على الهم يا لوزه. كان قبل ما تيجي سوريا ملوجي وتبدأ في النهج العبساوي ده، كانت في تلفزيوناتهم، وانا شرط لك فيديوهات كتيرة، وفي برامجهم بيقولوا الأكل المغربي، بيجيبوا طبخات مغربيات، شميشة وغيره، من طبخين وطبخات مغربية من المغرب، يعملوا أكلات هناك، والأكلات المغربية عادي، وكانوا بيعترفوا، بل إن نشرت لك من برامجهم كانوا بيقولوا على الملحون، كانوا بيسموه الشعبي، وقال لك راح مش عارف الحج مين الوزان، جاب القصائد من هناك وغناها، لكن حطينا عليها التاتش بتاعنا، ميعوها يعني، فسميناها الشعبي. ودلوقتي بيقول لك الشعبي ديالنا أو الملحون ديالنا والمرار كدو بركة بركة. الأكاديميات اللي بتعلم الطبخ المغربي، وهتلاقي اللي بيدرس فيها مغاربة، وبعدين تديله دبلوم يروح يعمل بيئة بتاعه، ويقولك شوفوا الأكل التراث الجزائري، لأنه هيعمل ترند عنده، لأنه هيرتفع عنده، زي البرامج اللي تجيب زي رشيد قور كده، دلوقتي غبر ما بقوش بيجيبوه، ويقعد يقول لهم مسكرة من معسكرة والكلام التافه ده، فده يطلع ترند،
لسببين، اما هيهاجموا بعض الجزائريين اصحاب العقول وهم قله، او هيركب الغالبيه ويقولوا له كما انت كبير يا جزائر اغسل فمك قبل ان تتحدث عن مسكره، توضا قبل ان تتحدث عن معسكره. وعارف انه هيخلق جدل وهيدخلوا المغاربه يسبوه فيطلع. بس كده تطلع قناتها، وبعدين بعد كده بقى مش مهم تثبت مش مهم. ده اللي هم بيعملوه. لكن هو لا عنده تراث مطبخ ولا عنده اي حاجه ولا عنده الا الريح. عنده شخشوخه بالظفر وعنده سكران طاح في الدروج زي ما قلنا كتير وبقول في فيديوهات كتير، وافضل اقول لما يبطلوا الداء المهبب اللي فيهم ده. بقيتوا اضحوكه البشر وبقيتوا اضحوكه الشعوب وبقيتوا مهزأه. على الشعب الجزائري ان يواجه اصحاب القنوات اللي بيسيئوا لك، وما تدخلش تركب الهوا وتقول ايوه ديالنا صح، وتدافع، لانك كده تبقى تافه، ركبت على كتفك بنت بلدك وضحكت عليك وخلتك مهزأه اكتر ما انت مهزأه، حولتك لقرد بزدير اللي اللي يا ميمون دلوقتي نعيمه هو واخدينه في الامارات وغيره من طاكوسات ونانوات بيلعبوا بيهم اللي فاكرين كانوا زمان عندنا القرداتي قراداتي كده يلبس القرد بدله ويقعد بقى ايه يتخبط له كده ويقول له اللي يا ميمون وهو ينقذ والناس تديله فلوس. بقى الجزائري كده مناعيم هناك اهو بيقول لهم طاكوس تتجوزها بطاكوس. بقيتوا مهزأة يا ودي. اللي على التيك توك دلوقتي في الخليج او في اي بلد عايز يطلع، حتى في المغرب هنا بقوا يجيبوهم يضحكوا عليهم ويحطوهم، يجيبوا على التيك توك ويفتح له مساحه ويخليه يخرط ويقوم واخدها مجتزئها وعاملها بقى ترارات وتطلع ترند على العقليه العبثاويه العقليه القرقوريه. يا ودي اهو من عندك اهو. لما هو اكلك انت بتكتب عليه مغربي ليه؟ عشان كده، عشان الناس تروح تاخد دوره تكوينيه عشان يتعلم الاكل المغربي، عشان الاكل المغربي يتاكل غير الشخشوخه بالظفر. ده واحد. القفطان عندك مغربي، وجبت لك الاف في الفيديوهات لبياعين بيقولوا القفطان المغربي لو كتبت عليه جزائري مش هيتباع. شمس المصريه اللي راحت الجزائر دخلت محل قفاطن اللي واقف فيه سوري، قالت له ده قفطان جزائري، قال لها لا كل اللي في المحل مغربي. قالت له يعني مفيش جزائري، قال لها كل اللي في المحل مغربي. وكان معاها واحده جزائريه قال لها التقشيطه دي مغربيه، الجلابه ده ايه مغربيه، القفطان ده هو مغربي. تلف وتقول له ده جزائري، يقول لها كله مغربي. لو كتب عليه جزائري مش هيتباع، مفيش جزائري هيروح يشتريه لانه عارف ان مفيش. الراجل اللي راح جو حطاب يصور معاه في وهران ولا في تلمسان، ده لما راحوا ضربوه على ودانه وبعدها قال له ده بيجي من المغرب وده بيجي من المغرب والطاجن بيجي من المغرب والسلعه بتيجي من المغرب والمغرب المغرب المغرب. راحوا طبعا لسواه على ودانه، قال لهم انا قلت له ان احنا نقدر ناكل افريقيا كلها بس هو ما نشرش كلامنا، انا قلت له سيدي مش عارف مين من عندنا والنبي مين من عندنا، وقعد يخرط. قال لهم انا كويس اهو انا قرقور اهو سابوه. يا سيدي والله العظيم لو الجزائري نفسه بيبيع السلعه المغربيه في الجزائر على انها مغرب، سيبك من السوشيال ميديا وسيبك من سوريا ملوجي وسيبك من مصطفى طاطا وسيبك من الكلام ده كله، ده كلام غير على السوشيال ميديا، وبنرد عليه عشان الناس تعرف مع من حشرنا الله في الجوار، وعشان الناس تعرف الداء المهبب اللي في دول. انما اهي اكاديميه في الجزائر بتبيع الاكل المغربي وبتعلم الاكل المغربي المغربي الطاجن، وحتى صور وطاجن وبسطيله وشوربه حريره مغربيه. ولو كتب بالاكل الجزائري بس محدش هيروح. انا اروح اتعلم شخشوخه بالظفر؟ اوعى تحط جزائريه دي جنبها كده بس عشان بس الشكل العام، انما مين اللي هيروح يتعلم سكران طاح في الدروج؟ دي ما تتعلمش، دي نروح بالليل بار نرجع نطيح في الدروج. ولا في خد مش عارف مين ولا الله. يا ودي هي دي حاجه الواحد يتعلمها؟ ده اكلات يا راجل يحاكم عليها مجلس الامن. يا ودي دي اكلات محرمه دوليا من اسمها بس. يا ود الله يخليك خلينا ساكتين. يا ود يا ثريا يا اختي اللي زيك وفي وضعك يستر نفسه مش يتعنطز ويسرق عشان يوري الناس انا اهو. واقسم بالله وحطيت لك فيديو لواحد جزائري قال لك انا في امريكا 7 سنين، اللي يسالني انت منين اقول له من الجيريا، يقولوا لي حلوه قوي نيجيريا. يعرف نيجيريا وما يعرفناش، وفي بلاد لاصقه ما تقوليليش ما يعرفوش الجغرافيا، في بلاد لاصقه فينا ما لا نسميها اسمها تقيل عليهم، انت عارفين المغرب عارفينها ومش عارفين الجيريا.
اهو، ويقول لك احسن انهم مش عارفيننا، هياخدوا عندنا نظرة سلبية. والله العظيم الفيديو نشرته لك قبل كده اكتر من مرة. فيا سوريا والله احسن انك مش معروفة، سدي عليك لما تبقي حاجة ابقي وري الناس، لان انت اصلا عريانة ومش دريانة. والله انا بقول شعر، انا معجب بنفسي، عريانة ومش دريانة. اسمعي مني وانا اخوك، اهو في وهران، اهو في وهران، وفي مندا كتير وبيروحوا تونس. نشرت لك فيديو قبل كده يتعلموا الحلويات ويتعلموا الاكلات في تونس. نشرت لك فيديو قبل كده اكاديميات بيروحوا يتعلموا في تونس ويرجع يقولوا ديالنا والتوانسه الدبرك برك. يا سوريا يا اختي اسمعي مني وانا اخوك، دي الحكايه. اشوفكم على خير.